بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، متابعينا اينما كنتم، مرحبا بكم هنا في المواجهة الخامسة من منافسات بطولة كأس العالم، حيث لأول مرة يلعب المنتخب الأرجنتيني مواجهة أمام منتخب عربي في بطولة كأس العالم. طوال مشاركات الأرجنتين السابقة تاريخيا في هذه البطولة، وباعتباره أحد أكثر المنتخبات حضورا في هذا المونديال، وأحد أكثر المنتخبات لاعبا لهذه المباريات، وأحد أكثر المنتخبات تأثيرا في البطولة الأكبر، لكن هذا هو أول لقاء رسمي يجمع المنتخب الأرجنتيني بمنتخب عربي في بطولة كأس العالم، إذ لم يسبق للأرجنتين أن واجهت أي منتخب عربي قبل ذلك تاريخيا في بطولة كأس العالم، منذ أن بدأت في المباراة الأولى في عام 1930 وصولا إلى آخر مواجهاتها في النسخة الماضية أمام فرنسا. هنا صافرة البداية يطلقها الحكم السلوفيني سلافغوف إنيتشيتش، الذي يعلن عن بداية وانطلاقة المواجهة ما بين المنتخب السعودي والمنتخب الأرجنتيني في هذا اللقاء. الأرجنتين الأخضر وبخيارات هيرفي، الأرجنتين بأسمائها الكاملة بحضورها الكبير، لويس يصد في المرة الأولى، لا زالت مستمرة وقائمة، أوهو، التي تقريبا ربما تعتبر بشكل أو بآخر لعبة ضد المنتخب الأوروغوياني الأرجنتيني في مواجهة المنتخب السعودي. هنا في الظهور الأول لكلا المنتخبين على مستوى منافسات ليونيل ميسي، الذي يحاول عن عهد الروس داخل منطقة الجزاء، ولعويس في غاية الأهمية من خلال دقائق شوط المباراة الأول، الأمر الذي أعطى الكثير من الثقة. الكبير يبحث عن كرة الآن، محاولة داخلية، أكثر اللاعبين ظهورا ليونيل، هو دييغو أرماندو مارادونا الذي كان إليهم كريستيانو ليونيل ميسي، سجل واللاعب الأمريرة داخل منطقة الجزاء، عادت إلى سعود، عرضية داخل المنطقة لكن في أحضان حارس مرمى مارتينيز، في أحضان حارس سلافكوفيتش، كرة بمحاولة ملعوبة في الجهة دون ليلتقون مرة أخرى في بطولة أستبريكان، عرضية داخل المنطقة لكن أيضا تغطية تعديل أو تقليص الفارق أو التعديل عفوا، كرة التسلل على اللاعب اللي هو ايضا هو الاخر ب 34 سنه، كره بمحاوله ملعوبه الان وصلت في الجهه اليسرى، تسديده تاتي، ليش رجع؟ ليش رجع العويس؟ ليش رجع العويس؟ ليش رجع العويس؟ لا 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 عن طريق انخيل دي ماريا، التغطيه كانت موجوده، وصلت هذه الكره الطويله في وسط الملعب في منطقه الجزاء، لكن كريستيانو روميرو في التخطيط حاضر العويس، كان هناك تسلل، نعم 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 نعم، تسلل للقرة السالم، يرسل كرة عالية، لا فلك عالم أمام المنتخبات الآسيوية، فاز في يحاول فيها ترسل عالية، راسية قد تأتي، الانطلاقة هنا تأتي في اليسار، المرور والتدخل كان موجود، وبالتالي الخطأ خل، لكن متسلل يوم المنتخب السعودي، انطلاقاتك، روعتك، مرورك، ياسر الشهراني عنده كرة تمريرة من الطرف لوتارو، لوتارو يمر يسدد ويسجل ثاني الأهداف، ولكن هناك التسلل موجود. هناك حذاري حذاري من التمريرات الخاطئة ومن خسر سر محاولة قائمة، انطلاقة أرجنتينية لكن أثبت من أنخيل دي ماريا باتجاه ليو، عنده كرة لكن ممتاز ممتاز سعود عبد الحميد، ممتاز محاولة المرور والتقدم والعرضية، لكن من الطرف الأيمن ترسل الكرة عالية، التغطية كحبر لكن ممتازة هنا في التصدي والتسديدة بعيدة، مرت بسلام مرت بسلام كرة اللعب، يحاول فيها التقدم في اليسار لكن يرسلها كرة طولية لكن سهلة أقرب، استنفذت فيها التذاكر، هنا محاولة سلم الدوسر لكن حارس المرمى إيميليانو مارتينيز يتصدر في الأيمن، عادت إلى أنخيل دي ماريا، أنخيل دي مدريغو، ديبول عند الكرة يحاول فيها عرضية لريقي باريدس، عالية الكرة، محاولة خطيرة تأتي ولكن سهلة سهلة عند حارس المرمى،
نقلة حسان تبكتي صالح جول سعود تقدم يا سعود هات الأول بحكم أن المنتخب السعودي قادر من نواف في شيء جاي 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 من نواف لو تارو لو تارو إلى لونو بطل سعودي الله الله كم درح لبح كرة بمحاولة ملعوبة الآن لليمنى إلى أنخيل دي ماريا أمامية داخلية من أجل الاستبسال لا يمكن بأن نوصيهم على اللاعب الموجود في أرضية الملعب كرة فيها محاولة برافو 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 يا حسن برافو يا حسن الآن لكن أيضا تغطية وإبعاد في التوقيت المناسب يلعب كرة بمحاولة لكن أيضا تغطية دفاعية تدري دقائق بطيئة جدا تمرنا والعودة والتسجيل فلينظر إلى ما فعله الأخضر في شوط المباراة الثاني تدخل يأتي من سعود وتجاوز هذه المجموعة لا يفوز بكأس المنتخب السعودي بهدفين مقابل هدف صحة المنتخب الأرجنتيني لا زالت مستمرة وقائمة جول داخل منطقة الجزاء لا زالت مستمرة وقائمة لا 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 الأصلي للشوط الثاني كرة بمحاولات هنا من خلال هذا اللقاء أخطر حافرين اسمك وبسط الجود في قلوبنا حقيقة صعب جدا أن يوصرات من الفرح والانتصار والسرور الله يعويس الله يعقف في الجهة اليمنى عرضية إلى خارج ذلك واقعا في أرضية الميدان خطيرة جدا لكن راية موجودة تسلل 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 عادت من جديد وصلت بعد ذلك ميدان على لاعبين الأخضر وفي السلام عليكم يلا نتعلم مع بعض ازاي نعمل عجينه الكريب بمقادير مظبوطه وسهله وبسيطه وزي بتاع بره بالظبط هو ليه طرق كتير قوي بس انا تقريبا هعمل لكم ابسط طريقه واقل طريقه في التكاليف معايا هنا كيلو الا ربع من الدقيق زودت عليه ميه عادي جدا عايزه تضيفي بيضه ضيفي عايزه تضيفي نص الكميه لبن ونص الكميه ميه براحتك اللي يعجبك هم عموما بيعملوا بره زي ما انا ما بعمله كده بالظبط مجرد دقيق ويخفوه بميه يخلوه زي عجينه الكيكه بالظبط بيحطوا عايزه انت طبعا تحطي عليه لبن بودرة عشان تطعميه براحتك عايزه تحطي لبن حطي عايزه تحطي بيض حطي بس انا بعمله كده كطريقه موفره وبخليه زي بتاع بره بالظبط وبجيب طاسه تيفال وبسخنها كويس جدا على النار تكون واسعه كده وابدا ان انا اصب العجين بتاعي وافرده كده في الطاسه زي ما انتم شايفين ومجرد ما يستوي على الوش التاني بروح قلباه وهكذا بفضل اكرر العمليه بس اخلي النار على نار متوسطه عشان خاطر ما يتحرقش منك ومجرد ما انت اساسا تبص تلاقي استوى هتبص تلاقي الرغيف نفسه ساب الطاسه وهتلاقي العجينه استوت قدام عينيكي ف